مهنة الإسماعيلية اتحطت على خريطة المخاطر العالمية، وانضمت محافظة الإسماعيلية للحملة العالمية للمدن المستعدة لمجابهة الكوارث، برنامج المدن القادرة على الصمود الممتد حتى 2030 كأحد المدن المستعدة في مجال الحد من مخاطر الكوارث. شاركنا فني من المحافظة والتلازمات ورشة عمل بعنوان كتاب صندوق للحد من مخاطر الكوارث تحت عنوان مدينتي مستعدة. كما شاركنا فن في ورشة عمل سد الوقت سد الفجوة بين سياسات القدرة على الصمود الوطنية والمحلية لجعل المدن القادرة على الصمود، ودي كانت في اليونان. صدر فن قرار التشكيل للشبكة الوطنية التكليف من السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 13/8/2017 لإنشاء شبكة وطنية موحدة مؤمنة تقدم خدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة. عملنا فن هيكل تنظيمي وتخصصنا المهام وبنقدم بلدنا فعلا في تقديم الخدمات للشبكه الوطنيه. هنشارك رساله خط ساكن رقم الواتساب ارقام محدوده ارقام ارضيه عشان الناس تبدا تتواصل معنا. ايه هي فن تعريف الخدمات السلامه؟ هي مجموعه الخدمات اللي تقدمها بعض الجهات الحكوميه باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثه مثل خدمات المهام الحرجه وخدمات الطوارئ. احنا فن بنعمل احصائيات ومتابعه لبلاغات الحوادث واعداد الاحصائيات الشهريه ليها. بنقدم منها تقرير لمعالي المحافظ، ولو في طريق تكررت عليه حوادث بنبلغ، نعمل في الخطاب للمرور والطرق وخطاب للكهرباء، وبنعمل لجنه مشتركه ونشوف الاسباب دي وبنعالجها. نفس الكلام برضه بالنسبه لمياه الشرب، بنعمل لها احصائيات شهريه ومقارنات بينها وبين الشهور السابقه. بلاغات الكهرباء بنعمل احصائيات عنها. بنشارك مع اداره البيئه فنيا ومديريه الطب البيطري في مكافحه الاوبئه والتلوث. برضه فن جانا تكليف من معالي المحافظ، احنا نمر على الاجراءات الاحترازيه والسلامه العامه للشواطئ في محافظه الاسماعيليه، وبنركز جدا على اجراءات السلامه العامه. جانا تكليف برضه بمتابعه تنفيذ مبادره 100 مليون شجره. بنتابع فن من الامتحانات واستراحات المراقبين. بنتابع فن ازاله التعديات على الاراضي الزراعيه، وبنعمل تقرير فن بي وبنقارن الازالات اتنفذت في المراكز ونشوف احسن مركز تم الازاله بيه واقل مركز ويبدا يتحاسب. بنقدم تقريرنا فن للمحافظ. بنختم مديريه التموين يا فندم اللي هو متعدي على الاراضي الزراعيه عشان يشيلوهم من بطاقه التموين الدعم، كذلك نكتب مدير الزراعه عشان برضه يتشال من الدعم السماد. بنعمل فن متابعه لازاله التعديات على الاراضي الزراعيه طبعا بالتعاون مع المدرات المكانيه عن طريق الرصد من اداره المساحه العسكريه. بيجي لنا سيادتك الاحداثيات للمنزل مثلا اللي هو مخالف او مبنى على الاراضي الزراعيه، بنبدا نتواصل مع المراكز والمدن ونتعاون معاهم ونعمل احصائيه بنبعتها لوزاره التنميه المحليه ومجلس الوزراء كل شهر.